واحد في الدول الغربية سمع آية من الشيخ سعد الغامدي وهو يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الشاب الأوروبي جلس يبكي، فأعلن إسلامه بسبب هذه الآية وهو ما يعرف معناها. ونحن عرب يا أحبابي قد أنزل علينا القرآن باللغة العربية، وهذا الأوروبي ما يفقه حرف من اللغة العربية، تاب وأسلم بسبب هذه الآية. يحكى أن هذا الرجل حافظ سورة الفجر. الله أكبر. وعندما يصل إلى قوله جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة، ما يتمالك نفسه، يبكي. الله أكبر. يقول: أسأل الله أن يناديني الله عز وجل ويقول لي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.